استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمجلس قصر الوادي هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وأصحاب السمو أنجال جلالة الملك المفدى والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي العهد أبو ظبي وكبار أفراد العائلة الملكة الكريمة ورئيسي مجلس النواب والشورى وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الذين قدموا لجلالة الملك المفدى أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة زواج نجله سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على كريمة سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، حيث بارك جلالة الملك المفدى هذا الزواج الميمون متمنيا لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حياة زوجية هانئة وسعيدة، معربا جلالته رعاه الله عن شكره وتقديره لهذه المشاعر الطيبة التي أبداها الجميع. Oh, no.
بعد ذلك تقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التهانية والتبريكات بمناسبة زواج أخيه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة من كبار المسؤولين وجموع المواطنين الكرام المهنئين بهذه المناسبة. ومن جانبه عرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن فخره واعتزازه بتشريف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حفل الاستقبال بمناسبة زواج سموه من كريمة سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني. وقال سموه: يزيدنا فخرا واعتزازا تشريف سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حفل زواجنا من كريمة العم العزيز سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، فقد كان لحضور جلالته أيده الله أثر كبير في قلبنا، ومباركة جلالته هذا الزواج الميمون يبعث في نفسنا السعادة والغبطة والسرور. دعينا الله العلي القدير أن يحفظ جلالته وأن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية. وثمن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تشريف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لحفل الاستقبال، مقدرا سموه تهنئة سموه بهذه المناسبة الغراء. وقد عبر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن تقديره لجموع المهنئين حضور حفل الاستقبال، والذي عبروا خلاله عن صادق مشاعرهم وتهانيهم الحارة، سائلا سموه المولى جلت قدرته أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها وأن يديم عليها الأفراح والتقدم والازدهار في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى أيده الله. كما عبر جميع الحضور عن خالص تهانيهم بهذا الزواج الميمون، متمنين لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة زواجا مباركا مقرورا بالرفاه والبنين والسعادة. دعينا الله تعالى أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويديم عليه موفور الصحة والسعادة. أشوف براق سراب قيوم، أشوف براق سراب.